صباح الخير. بنشكر رب لأجل يوم جديد ولأجل إحسان جديد ومراحم جديدة، وعندنا إيمان إنه الرب يجي النهاردة بحضور مجيد في وسطنا. نفسه وإحنا بنبدأ النهاردة، وبشكر رب لأجل وجود أخويا مازن والأسيس فلوريد في وسطينا. نفسي أبدأ مع حضراتكم بمزمور 114 اللي بيحكي قصة شعب. مزمور 114 بيحكي عن مين هو إلهنا العظيم اللي بنعبده. تعالوا نقرأ مع بعض. يقول عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم، يقول كان يهوذا مقدسه وإسرائيل محل سلطانه. إيه اللي حصل؟ يقول عندما خرج هذا الشعب البحر رآه فهرب. البحر ما شافش موسى، البحر شاف الرب وشاف حضوره. يقول الأردن رجع إلى الوراء. عدد ثلاثة ما بين البحر والأردن تقريبا حوالي 39 سنة وكم شهر. بس يقول لك الإله ده ما تغيرش في 40 سنة. البحر لما شافه هرب والأردن رجع إلى خلفه. وبعدين يقول إيه بقى؟ يقول الجبال قفزت مثل الكباش والأكام مثل حملان الغنم. ويبتدي يسأل كاتب المزمور ما لك أيها البحر قد هربت، ما لك أيها الأردن قد رجعت إلى خلف، ما لكن أيتها الجبال قد قفزتن مثل الكباش وأيتها التلال مثل حملان الغنم. بعدين يقول إيه بقى؟ يلا شوف الحضور الإلهي لما يجي. أيتها الأرض تزلزلي من قدام إله يعقوب. من هو هذا الإله؟ يقول كده المحول الصخرة. هللويا. صخرة الحجر. هللويا. إلى غدران مياه. الصوان. شكرا. الصوان ده أصعب نوع من الصخور اللي هو الجرانيت، زي الأرضية بتاعتنا دي كده الجرانيت. يقول يخلي الصوان ده ينابيع مياه. يقدر الرب يعملها؟ مين مصدق أنه يعملها؟ مين مصدق أنه الرب يحول الصخرة غدران مياه والصوان إلى ينابيع مياه، اللي البحر قدامه يهرب والأردن يرجع إلى خلف؟ كم حد يرفع يده يقول هذا إلهي؟ هللويا. هو ده سيد اللي أنا بعبده. هللويا. يلا اشتركوا معنا كل أحبائنا اللي في البيوت على البث المباشر. من فضلكم غمضوا عينيكم معنا وإحنا داخلين لمحضر الرب النهاردة. أقول له أنا بشكرك بعظمك، أنت سيد كل الأرض، بنباركك بنباركك بنباركك، أنت إلهي فأمجدك وأرفعك. كم حد يقول له النهاردة جايين نعبدك ونباركك، أنت في وسطنا، الرب في وسط الكنيسة، جبار بأس يخلص. كم حد يقول له احنا جايين النهاردة قدامك ولينا ملء الثقة إنك حي وموجود. ارفع صوتك وارفع قلبك في محضر الله، قول له النهاردة أنا نفسي أشوفك. أنا ماليش غير طلب واحد، إن أشوفك، إن ألمس حضورك بقوة. يلا أحباء وإحنا داخلين لمحضر الرب، قل له الرب حط ايدك على كل حد فينا في هذا الصباح. ارفع ايدك وارفع ايدك للسماء، قل له انا بستقبل بركه من عندك. انا ارفع ايدك للسماء، قال له كده ليكن رفع يدي ذبيحه ذبيحه. ارفع ايدك للسماء، قل له انا استقبل بركه، انا استقبل حضورك المجيد في هذا الصباح. انت في وسطنا، انت في وسطنا. هللويا هللويا، بنباركك بنعظمك، انت هنا انت هنا، انت في وسط الكنيسة يا رب. هللويا. الأمانة لا تنكر نفسك أبي، انت وإلهي صخرة خلاصي حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك رافع رأسي أنتظر حسب وعدك لنهتف وأصرخ أهلل بك سيدي أعلن بك قوتي أنت ملجئي.
يلا تقول معاي وأغني من مثلك. قول يا شعب الرب نغني لا مثل يسوع وأغني. أيوة أيوة لا مثل. يلا نقول له أبي أنت وإلهي. أبي أنت خلاصي حافظ العهد والأمانتي لا تنكر نفسك. رافع رأسي رافع رأسي أنتظر حسب وعدك. قول يا شعب الرب لذا اهتفوا أهللوا بك سيدي أعلنوا بيسوع نصرتي أنت ملجئي. ونغني ونغني لا مثلك لا مثلك نغني لا مثل يسوع وأغني. أيوة يلا بطريقتك الخاصة ابدأ غني للرب. قول له يا رب أنا جاي أغني لك في هذا الصباح لأنك أنت وحدك المستحق. اغمض عينيك معي دقيقة وقول له يا رب هيك بطريقتك الخاصة قول له أنا بحبك في هذا الصباح. أنت أبي أنت حبيب قلبي أنت الأبرع جمال من كل البشر. وأغني لا مثلك أغني لا مثل يسوع وأغني لا مثلك أغني لا مثلك وأغني وأغني. أيوة أغني لا مثلك أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي ما فيش زيه حافظ العهد والأمانة لا تنكروا نفسك. أيوة يلا اهتفها معاي لذا اهتفوا واصرخوا أهللوا بك سيدي. بك نصرتي ملجئي لذا اهتف أهلل بك سيدي أعلن بيسوع نصرتي أنت ملجئي أنت صالح للكل أنت صالح للكل. تقول له يا شعب الرب هللويا
عايزين نقول لك ومراحمك على كل أعمالك. تيجي نوقف سوا ونقول له يسوع أنت صالح في هذا الصباح. أنا حبك هيك ترفع إيديك معاي لفوق كعلامة تسليم للرب في هذا الصباح، كعلامة انتصار مش انكسار، لأنه جايين للمكان الصحيح نكون في محضر الرب في هذا الصباح. كم واحد جاي يقول له أنا جاي أعلن أنك أنت صالح، أنا برفع إيديك علامة إعلان أنك أنت صالح في هذا الصباح. يلا قولها معاي، أنت صالح. قول يا شعب الرب، يسوع صالح. أنت صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك. أحمدك يا رب، أحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك. بجبروتك يتكلمون، ملكك ملك كل الدهور. هللويا. دور فدور ملكك ملك كل الدهور. دور فدور. كم واحد بيعلن انه يسوع صالح في هذا الصباح؟ يلا تقولها معاي كمان مرة هيك من بملء الفم، لكن خليها تخرج من القلب. هاليلويا. هيك مزمور 45 بيقول فاض قلبي بكلام صالح في هذا الصباح. كم واحد فايض قلبه بكلام صالح في هذا الصباح؟ يلا قول له أنت صالح بملء الفم للكل. أنت صالح. قول يا شعب الرب، أنت صالح ومراحمك على كل أعمالك. يلا أعلنها، أعلنها معي، قول له أنت صالح 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 صالح. أحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. أحمد الرب لأنه صالح، إلى الأبد مراحمه. أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو أنه من مراحم الرب، أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحم جديدة في كل صباح. كثيرة أمانتك أشكرك في هذا الصباح، أعلن أن نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي. أشكرك لأنك أنت المستحق وحدك. أشكرك لأنك أنت العظيم وحدك. أشكرك لأنك أنت الكريم وحدك. أشكرك لأنك أنت الحي المقام من الأموات وحدك. أشكرك لأنه ليس مثلك يسوع، ليس مثلك يا يسوع. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. مستحق يا الله أن أعبدك، مستحق يا الله أن أغني لك. كم واحد بيشهد إنه مستحق؟ مستحق يا الله أن أعبدك، مستحق يا الله أن أغني لك بصلاحك. هللويا. بخلاصك. هللويا. بصلاحك. هللويا.
يلا شاور عليه. فأنت الكل لنا، فأنت تيجي هيك بس تقول له هذا الجزء أنا حاب تقول له، فأنت الكل ليا، مش بس لنا، هاليلويا، هو للجميع. بس تعرف أروع شيء إنه هو ليا، هاليلويا. كم واحد بقول أنا ليا إله عظيم في هذا الصباح؟ فأنت الكل ليا، فأنت قولها قولها يا شعب الرب، فأنت قول فأنت مستحق يا الله أن أغني لك، مستحق يا الله أن أعبدك، مستحق يا الله أن أغني لك. أغني بصلاحك، فأنت حسن، أنت حسن حياتي. يلا سوا. مستحق يا الله أن نعبدك، مستحق يا الله أن نغني لك. قول يا شعب الرب، مستحق برحمتك بمحبتك، هكذا أحببتنا، هكذا. يلا من الأول، مستحق، مستحق يا الله أن نعبدك، يا الله أن نغني لك. قول يا شعب الرب، شعب الرب، بصلاحك بخلاصك ليا، فأنت الكل ليا، فأنت الكل ليا، مستحق يا الله. مستحق يا الله أن نغني لك. قول يا شعب الرب، هللويا. مستحق يا برعايتك بي
حمايتك برعايتك أنت حصن حياتنا أنت حصن حياتنا مستحق تفضلوا استريحوا. كم واحد بحب يسوع وجاي يغني له في هذا الصباح؟ لا كم واحد فعلا بحب يسوع وجاي يرنم ليسوع من كل القلب؟ هاليلويا. هل يستحق الرب؟ هل يستحق يسوع؟ لا، بل هو المستحق وحده. كم واحد بقول امين؟ لانه فعلا المستحق. اسمع، انا جاي في هذا المساء، في هذا الصباح، هو مساء المكان اللي انا موجود فيه، وانا مملوء في داخلي، ومعاي حبيبي القسيس فلوريد، مملوئين مع بعضنا البعض بشيء لشعب الرب، لربما يكون من نوع مختلف. هيك انا جاي لك، وانا جاي من مكان بعيد مع القسيس فلوريد، وجايين برساله واحده، وانا مدرك تماما الظروف اللي احنا منعيش فيها، ومدرك تماما الامور اللي حاصله حوالينا من كل مكان، لكن انا جاي لك برساله واحده، اقول لك شيء واحد، هو انه يسوع هو الفرح. يسوع هو الفرح. يسوع هو الفرح. يسوع هو الفرح. هاي مش بس كلمات انا بنطقها بس عشان اشجعك، اقول لك كلام مشاعر. اوعك اسمع، انا بكتشف عن نفسي كل يوم، اذا انا مش فرحان معناته انا متعلق في الظروف، لكن اذا انا متعلق في يسوع دايما انا فرحان. كم واحد بيقول هاليلويا؟ ما في ظروف ولا اتعاب ولا احزان ولا فيروسات ولا شيء بيقدر انه يسلب الفرح اللي عندي، لانه فرح الرب هو قوتي. كم واحد بيقول هاليلويا؟ اسمع، احنا بنمر بمرحله صعبه، وانا من الاشخاص اللي ما بيحبوا الكمامات. يعني انا ما بحب ايش يعني الكمامه، مش كده بنقولها كمامه، لانه ما بحب اشوف الابتسامه. بس خلينا اقول لك، يسوع شايف ابتسامتك من تحت الكمامه في هذا الصباح. بس اللي عايز اقول لك اياه، احنا عايشين في عصر اسمه عصر كورونا، ها، زمن كورونا، فيروس صغير ما بنقدر نشوفه، ما بنقدر نشوفه بالعين المجردة، لكن شوف شو عمل في العالم. بس تسمح لي أشجعك في هذا الصباح، أنا جايب معاي هون في هذا الصباح شيء مختلف. حد بيعرف إيش هاد؟ حد بيعرف؟ دي حدا بيعرف إيه ده؟ دول حبات خردل، حبات خردل. إذا كان فيروس صغير عمل هيك في العالم، فما بالك حبة خردل من الإيمان إيش بتعمل؟ بدي أشجعك في هذا الصباح، أوعك تستخف بالإيمان وبقيمة الإيمان في هذا الزمن، لكن إيمان مش بالأشياء، ولا بإيمان بحكومات، ولا إيمان بظروف، ولا إيمان بمراكز، ولا إيمان بشهادات، ولا إيمان بفلوس، لكن إيمان ربنا يسوع المسيح، لأنه به وحده الخلاص، ما فيش غيره. لكن إيمان حبة خردل في هذا الصباح بيصنع اليوم شيء عظيم فيك وبيك ومني ومنك في هذا الصباح. كم واحد بقول هاليلويا؟ أنا حاب نقول هذه الترنيمة اللي بتقول أنت الملك العظيم، أنت الملك الوحيد، إعلان ملكك، ونهتف للرب، لكن مش هتاف أصوات، لكن هتاف، هتاف إيمان. كم واحد بحب يهتف هتاف إيمان في هذا الصباح؟ هتاف فرح ونصرة،
رغم الظروف أخماز النعم، رغم الظروف نهتف بفرح ونصرة. كم واحد بيقول أمين؟ كم واحد متعلق في يسوع في هذا الصباح جاي يهتف من كل قلبه بفرح؟ تعرف الفرح زي الحزن، الفرح والحزن الاثنين اختيار، انت بتختار الفرح وانت بتختار الحزن. انا بشجعك في هذا الصباح اختار يسوع، رح تفرح وفرح الرب رح يعطيك قوة، والقوة رح تعطيك تنتصر على كل الظروف. كم واحد قول امين؟ يلا نوقف سوا ونقول له انت الملك الوحيد، اعلان ملكك فينا يزيد، وعلى حساب، على حساب، مش على حساب اشياء، هاليلويا، على حساب دم الصليب، على حساب دم الصليب، هاليلويا. ما أعظم اسمك يسوع. انت الماب، اعلن ملكك فينا يزيد، وعلى حساب، قول يا شعب الرب، انت المالك الواحد، اعلن، اعلن ملكك لينا يزيد، وعلى حساب دم الصليب على ابليس بالايمان، بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين، الأعياد رفعين رايات، رايات النصرة، قول يا شعب الرب، بالهتافات، كل جباه تسبيحك من هذه الشفاء، نرفع اسمك، بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات، رايات النصرة بيك، اعلن يا شعب الرب، بالهتافات، القوة والسلطان بيك بندع كل الألحان، وبروحك نرفع أنغام اسمك يعلى في هذا المكان، ليك القوة والسلطان، ليك بندع كل الألحان، بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين، بالهتافات، بالهتافات يعلى يعلى الهتاف، أصوات الحمد تقول، إلهنا حي وقادر، إله جبار مهول، يعلى يعلى الهتاف، أصوات الحمد تقول، إلهنا حي وقادر، إله جبار مهول، تسبيح
هتافات رغم الضيقات، تسبيح هتافات رغم الألمات، تسبيح هتافات رغم الحروبات، للجالس على العرش للجالس في السماوات، تسبيح هتافات رغم الضيقول، تسبيح أيوة تسبيح هتافات رغم الحروبات، للجالس على العرش للجالس في السماوات، يعلى يعلى المديح والمجد والتسبيح، كل الحكمة والبركة لسيد المسؤول معاي، يعلى يعلى المديح المجد والتسبيح، كل الحكمة والبركة كمان مرة، يعلى 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 المديح، قول أيوة، كل الحكمة والبركة لسيدي، يلا سوا، تسبيح هتافات رغم الضيق، قول يا شعب الرب، رغم الحروبات للجالس على العرش للجالس في السماوات، تسبيح هتافات رغم تسبيح هتافات رغم الألمات، تسبيح هتافات رغم الحروبات، للجالس على العرش للجالس في السماوات، يعلى يعلى التهليل هللويا وأمين، كل السلطان لوحده إله صالح أمين، يعلى يعلى التهليل أيوة، كل السلطان لوحده إله صالح أمين، تسبيح هتافات رغم الضيقات أيوة، للجالس على العرش للجالس في السماوات، تسبيح هتافات رغم الضيقات، تسبيح هتافات رغم الألمات، تسبيح هتافات رغم الحروبات، للجالس على العرش للجالس في السماوات، أفرحنا بيك طول الطريق طول ما انت لينا يا أغلى رفيق، ومهما طال بينا المشوار هنمجد شخصك ونعل، قول يا شعب الرب، أفرحنا بيك، تسبيحك يعلى ويعلى الفوق، الحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشكر معك هيدوم، ملكك لحياتي أكيد مضمون، تسبيحك يعلى يلا اسمع منكم وتفتح ايوه قول ايوه، وهتفنا ليك وهتفنا ليك يا على بتمجيد، نرفع ونقدم ليك اناشيد، ده حياتي معاك أمجد بتدوم، ضمنين هنحقق ويهتف شعب الرب، تسبيحك يعلى تسبيحك الحان الحمد أيوة، ملكك لحياتنا أكيد مضمون، هاليلويا
مبارك اسم يسوع. كم واحد بقول له أنا جاي أسبحك رغم الضيقات والألمات والأتعاب والمشقات. الصبح وأنا عمالي بصلي للاجتماع، الرب لمع قدامي آية، إذا بتسمح لي حضرة القسيس أشجعها أقولها لكل شخص موجود في هذا المكان، موجودة في أرمية الإصحاح العاشر وعدد 16. مش عارف إذا أخوي المحبوب بيقدر يحط لي هاي الآية، أرمية 10-16. وهي الكلمة إلك وإلك في هذا الصباح، جملة بسيطة لكن هذا عهد الرب وأمانته إلك. وبدل يعقوب في هذا الصباح حط اسمك، ليس كهذه نصيب مازن لكن نصيبي هو الرب. إذا بتقرأ أرمية الإصحاح العاشر بتكلم عن الأمم اللي وضعوا أمالهم بالشعوب ووضعوا وضعوا وضعوا، لكن قال ليس كهذه نصيب يعقوب، ليس كهذه نصيبنا. لكن في مراثي أرمية الإصحاح الثالث قال نصيبي، نصيبي، لا لا نصيبي، لاحظ ما قالش نصيبي بس من الرب، لا قال نصيبي هو الرب. اليوم الصبح وإحنا جايين لهون للاجتماع، الرب سمح لي أكون مع أخ سواق تاكسي، فبسأله على الأوبر مكتوب اسمه ماركو، فأول ما طلعت بالتاكسي بقول له أخ ماركو أو ماركو، يعني بتعرف عليه. فسألته بقول له بتعرف إيش رقم 86400 بيعني؟ فهو تفاجأ، 86400 إيه الرقم ده؟ حد بيعرف هون إيش معنى 86400؟ اه حدا حافظها؟ ايوه حبيبي، ده عدد ثواني اليوم، يعني 24 ساعه في 60 دقيقه في 60 ثانيه. اللي معاه الآلة الحاسبه يطلع، حيطلع معاك 86400 دقه قلب بعطيني وبعطيك اياها يسوع كل يوم مجانا من فضل نعمته ومحبته. كم واحد بقول هاليلويا؟ فبقول مع ماركو بقول له انت بتعرف إنه الله بيحبنا جدا ومعطينا هدية كل يوم الصبح، وحلو إنه الرب أعطينا يوم جديد. قال لي شيء أنا حابة أقول لك إياه. قلت له أنت بتعرف الله؟ قال لي طبعا أنا تربيت في عيلة ومنعرف وأخذونا على الكنيسة وتعمدت وأنا بعرف عن الله. وقديش فرقت معاي هذه الجملة، لأنه كثيرين بيعرفوا عن الله لكن قليلين اللي بيعرفوا الله. وبتعرف هدف الله وقصد الله لحياتي وحياتك مش خدمتنا ولا نعيش حياتنا ولا الطقوس اللي نقدم له إياها، بتعرف إيش؟ لذاتي مع بني آدم، علاقتي فيه أهم شيء عند الرب وأحلى شيء في الرب. حلقه حلاوة، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. ترنيم اللي حاب أشارككم فيها ونختم فرصة التسبيح، حب هي كلمات مختبر، الكلمات بسيطة بيحاول فيها يوصف علاقته بالرب، بيوصف إيش نوع العلاقة. أنا شخصيا بقالي بعرف يسوع من سنة 86، لكن بأكد لك العلاقة في يسوع من 86 لليوم بتنمو وما زالت في نمو في نمو في نمو. لكن بقول لك وبشهد في هذا المكان يسوع حي وحقيقي، ليس مثله صديق ألزق من الأخ، مش كلام لكن أفعال قبل الكلام. حي صديق ما فيش زيه. كلمات الترنيمة بتقول مع أول أنفاسي، يعني إيش أول أنفاسي؟ يعني مع أول نفس في اليوم، مع أول دقة قلب، مع أول أنفاسي في قلبي وفي راسي، كياني يعني داخلي، كياني وإحساسي يشعر بفيض حب يسوع. كم واحد بيشعر بهذا الشعور؟ أول ما تصحى الصبح تشوفه قدامك، مالي عينيك ما فيش زيه. قرار الترنيمة سهل جدا، بيقول بحبك بحبك، بس حبي يسوع من حبك أنت. ما في محبة بنقدر نقدمها ليسوع، لكن هو قدم المحبة ومن حبه احنا من حبه.
أنا بحب الترنيمة اللي أخوي ماهر علمنيها، بتقول هو اللي ابتدى بالحب. بتمنى كنت بعرف أعزفها، كنت بدي أقولها، بس هو اللي بدأ بالحب يسوع. البيت الثاني من هاي الترنيمة بيقول اسمع، نعمة ما منستحقها ورحمة ما منستحقها وإحسان. حدا بيعرف إيش فرق بين النعمة والإحسان؟ النعمة شيء يسوع منحه بشكل عام للجميع، لكن الإحسان هو نعمة خاصة الرب محددها إلك في هذا الصباح، إلي وإلك. نعمة ورحمة وإحسان وفيض سلام وأمان، روحك يملى المكان تغمرني بحبك. بحبك بحبك أحب يسوع من حبك. البيت اللي بعديها بيقول، وأنا حابة أقول لك هذا البيت وبعدين نقول الترنيم مع بعض. أنا ما بعرف عنك، أنا بصلي إنه علاقتك في يسوع مش مبنية بس على يوم أحد، لكن بتيجي يوم الأحد وبتكمل العلاقة بإنك تكون مشترك في تسبيح، قد تقديم ذبيحة التسبيح للرب، لكن العلاقة في يسوع كل يوم وكل اليوم مش كلام. بحب الخلوة معاك في المخدع ورؤياك، وبحب الكلمة الحية اللي بتقول لي لجواك بحبك يسوع، أحب يسوع من حبك. جدا هاي الترنيم، وهيك حاب نقولها مع بعض، وخصوصا القرار. واذا هيك تنسى نفسك قدام الرب تقول له انا جاي بس اقول لك بحبك، بحبك يسوع. مع اول انفاسي في قلبي وفي راسي، مع اول انفاسي في قلبي وفي راسي، كياني وإحساسي يشعر بفيض حبك. بحبك بحبك حبي يسوع من حبك. تقول معي بحبك بحبك وحبي يسوع من حبك. تقولها كمان مرة بحبك. أيوة، وحبي يسوع من حبك، نعمة ورحمة وإحسان وفيض سلام وأمان. قول معي نعمة ورحمة وإحسان وفيض سلام وأمان، روحك يملى المكان تغمرني بحبك. روحك يملى المكان تغمرني تقول له معي بحبك بحبك حبي يسوع. قول يا شعب الرب بحبك بحبك حبي يسوع من حبك. تيجي قبل ما نكمل هاي الترنيمة، أنا هيك شاعر بروح الرب في كثيرين موجودين في هذا المكان، الرب عماله بنشن على نوع المحبة اللي عندك للرب، وبقول لك تعال كلمني في هاي اللحظة. أنا بحبك يا ابني، بحبك يا بنتي، يسوع بحبك، يسوع بحبك. انظروا أية محبة أعطانا الله. بحبك. هاليلويا 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 يا روح الله القدوس. هاليلويا 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 هاليلويا. قل له بحبك يسوع، واستلم حب منه، هو بقول لك بحبك،
وبقول لك أنا بحبك، أنا بحبك، أنا بحبك يا ابني. بالخلوة تقول أسرار تشجعني باستمرار، بالخلوة يقول أسرار شجعني باستمرار، وينقيني تغيرني فأشبهك يا بار، وتنقيني تغيرني فأشبهك يا بار. بحبك بحبك، قول يا شعب الرب، حبي يسوع من حبك. بحبك بحبك، حبي يسوع من حبك. أنفاسي في قلبي وفي راسي، كياني وأحساسي اشعر بفيض حبك. بحبك بحبك، وحبي يسوع من حبك. بحبك بحبك، قول يا شعب الرب، بحبك بحبك بحبك، حبي يسوع من حبك. نعمة ورحمة وأحسان ويفيد سلام وأمان. قول ويفيد سلام وأمان، روحك يملى المكان تغمرني في حبك. بحبك بحبك، قول بحبك بحبك، حبي يسوع من حبك. بحب الخلوة معك في المخدع ورؤياك، بحب الخلوة معك في المخدع ورؤياك، بحب الكلمة الحية اللي بتقول للجواك، بحب الكلمة الحية اللي بتقول للجواك. بحبك أيوة، بحبك بحبك بحبك، حبي يسوع من حبك. اسمع، بالخلوة تقول أسرار تشجعني باستمرار، بالخلوة تقول أسرار تشجعني باستمرار، وتنقيني تغيرني فأشبهك يا بار، وتنقيني تغيرني فأشبهك يا بار. بحبك بحبك، من حبك ازرعني في كلامك اعيش على مثالك. قول ازرعنا في كلامك
أعيش على مثالك، أنقص أنا وتزيد وعكس مجد جلالك، أنقص أنا ويزيد يسوع وعكس مجد جلالك. بحبك بحبك حب يسوع من حبك، بحبك بحبك حب يسوع من حبك، بحبك بحبك حب يسوع من حبك، بحبك بحبك حب يسوع من حبك. أمين يسوع. تفضل حضرتك الأساس. هاليلويا. بنشكر رب أحبائي لأجل وقت العبادة ووقت التسبيح، وأخويا مازن بطرسة لأجل وجوده في وسطينا. بنصدق أنه ربنا هيستخدمه في الرحلة دي في مصر في اسم الرب يسوع. الكنيسة بتقدم عزة خاص. بالأمس انتقل الأخ أمير إبراهيم عويضة والد الدكتور عماد قائد اجتماع سنوي، وكل الأحبة أخواته بيصلوا معنا. نصلي تعزية ليهم بالروح القدس في اسم الرب يسوع. مواصلين صلاة لعم كامل. عم كامل في مرحلة الطب يرفع ايده، لكن الرب عنده تدخلات. احنا نثق انه الرب صالح كل الوقت، ونثق في يد الرب القديرة. احنا ككنيسة بنشكر رب لأجل هذا الإناء المبارك اللي ربنا استخدمه في هذا المكان بقوة. رب وضع عليه أحمال ووضع عليه مسؤوليات رهيبة، والرب أعطانا هذا الرجل مباركا، وبارك هذا المكان، وبارك الكنيسة الرسولية في مصر بل والطائفة الإنجليزية. احنا بنصلي لأجله ولأجل أسرته بدعم ومعونة وسندة في اسم الرب يسوع. بشكر رب كمان معانا النهاردة القسيس فلوريديد بيرعى كنيسة مران أسا في سان دييغو في كاليفورنيا. أهلا بيك يا قسيس فوسطينا، بشكر رب لأجله. القسيس هيصلي معانا، هيشجعنا كده في دقايق ويصلي معانا. بشكر رب لأجله، هو عراق الأصل، صح يا قسيس؟ احنا نفسنا نتعرف عليك وتصلي معانا لأجل الكلمة. تفضل. شكرا لإلهنا كل المجد. فرصة رائعة الرب أعطانا إياها اليوم أن نقف أمامكم. هذه بركة الرب ونعمة من يسوع، أنه بالفعل كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين. في الكتاب المقدس جمعنا سوية مصر وأشور، هناك سكة، وبالفعل الرب أعطانا النعمة، ونشكر إلهنا الحي الحاضر بهذا المكان. وأشكر قسيسنا الغالي باسم يسوع. الرب يحفظك ويبارك أيامك ويعزي الكنيسة بانتقال أخ حبيب. لكن وإحنا بنصلي الصبح أنا وأخوي مازن، كلمات الله وضع على قلبي، وأحب اليوم أن أعلنها أمامكم. وأنا لي ثقة بأن كلمة الله لا ترجع فارغة أبدا. ولهذا السبب في فيلبي صحاح الثالث وعدد 10، إذا أخونا بيطلعنا في بصلي معاكم بهالثلاث كلمات، وأنا بصلي للرب ثلاث كلمات أمامك: ليعرفه، قوة قيامته، وشركة آلامه. قل للرب: يا رب، شو السبب خليت القيامة وبعدها الآلام؟ ليش يا رب ما قلت ليعرفه، شركة آلامه، وقوة قيامته؟ تعرف شو السبب؟
كثير من المؤمنين يعيشون حياة يعرف يسوع ويعيش شركة آلامه بهذه الحياة غير منتصر على الآلام. لكن إلهنا الحي اليوم يعلن لهذه الكنيسة ولكل شعب الرب بأنك لابد أن تعيش حياة القيامة لكي تنتصر على كل آلام ومشقات هذه الحياة. أمين. ولهذا السبب اليوم نقول له يا رب نحن نعرفك وسوف نعيش قوة قيامتك، وحينما نعيش قوة قيامتك سوف نكون منتصرين فرحين دوما بشخصك الغالي الذي أنعم علينا بنعمة الروح القدس الساكن فينا والعامل معنا. أمين. يا شعب الرب تشجع، لأنه الأيام مقصرة جدا، وكنيسة ماران آثا هي باللغة الآرامية يعني الرب. أمين. الرب. فهل كنيسة المسيح مستعدة للقاء العريس؟ آمين. هللويا. مستعدة للقاء العريس. خلونا نقف بهذا الوقت، خلي يدك على قلبك، قل له يا رب أنا محتاج اليوم، قل له يا رب أنا محتاج اليوم أن أعيش قوة قيامتك لكي أنتصر على كل ظروف حياتي. بدون قوة قيامة المسيح لا نستطيع أن نزيح الألم، لا نستطيع أن نزيح المرض، لا نستطيع أن نزيح مشقات هذه الحياة، لكن لنا قوة القيامة التي تزيح كل حجر. باسم يسوع إله القدوس تمد يمينك على شعبك الموجود، ترفع عنهم، لأن وعدك وعد حق، قلت أنت تعالوا إلي. نعم يا إلهي المبارك، اليوم كنيستك تأتي أمامك لكي ترمي أمام قدميك كل الأحزان، كل الهموم، كل المتاعب، لأنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. مبارك اسم يسوع، ومبارك شعب الرب الجالس بهذا المكان. مد يمينك، غطي هذا المكان بحضورك، وافتح عيون شعبك ليروا مجدك وقوة جلالك الحاضر بهذا المكان في الكلمة. تغير وتحفظ هذا الشعب من كل شر ومن كل شبه شر، وتجعل يا رب ملاك هذه الكنيسة قائما في كل شيء. إلهي المبارك تعطيه القوة والنعمة والبصيرة والحكمة. باسم يسوع له كل المجد. آمين. مبارك اسم يسوع. شكرا. هللويا هللويا. كم حد متوقع قوة قيامته ونصرته؟ على فكرة قوة قيامته قبل شركة ألامه. لو ما خدتش قوة قيامته مش هتقدر تعيش شركة ألامه. شكرا أسيس فلوريد، بركة ليك وبركة لكنيسة مران آسا، والأيام اللي جاية امتداد واتساع ليك وللكنيسة في اسم الرب يسوع. صلي للرحلة كمان للعراق، بعد كم يوم أخويا مازن والأسيس فلوريد رايحين العراق، ربنا يباركهم ببركة خاصة، وبعد العراق الأردن. أنا أثق أن تكون رحلة مختلفة ومثمرة في اسم الرب يسوع. مكملين في الحرب الروحية، وفي الحرب الروحية أنا أثق أنه ربنا بيوصل لنا أدي خطط إبليس بتكون مختلفة. النهاردة إحنا أخذنا تقريبا قبل كده خطط من عدو الخير الكذب، وبعدين استخدم معانا أساليب التخويف، يستخدم معانا أدوني باذق، يستخدم معانا
زي ما شفنا قبل كده روح إيزابل يستخدم معانا مرات كتير فم الحيروس والأمور الصعبة، ولكن مرة ختمنا بمرة. النهاردة عندنا أسلوب من أساليب إبليس مرات كتير بنواجهه، وده واحد من أصعب الأساليب. قصة معروفة لينا كلنا، تعالوا نقف مع بعض. صمويل الأول إصحاح 17، تعالوا نقرأ مع بعض عن قصة داود وجليات. صمويل الأول إصحاح 17 من العدد الأول. وكان جميع الفلسطينيون وجيوشهم، وجمع الفلسطينيين جيوشهم للحرب، فاجتمعوا في سكوى التي ليهوذا، ونزلوا بين سكوى وعصيقة في أفس دميم. واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطم، واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيين وقوفا على جبل من هنا، وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك، والوادي بينهم. فخرج مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جبل، طوله 6 أذرع وشب، وعلى رأسه خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشوفيا، وزن الدرع 5000 شاقل نحاس، وجرموقا نحاس على رأسه، ومزراق نحاس بين كتفيه، وقناط رمح كنول النساجين، وسنان رمحه 600 شاقل حديد، وحامل الترس يمشي قدامه. فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد شاول؟ اختاروا لأنفسكم رجل ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلت تصير أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني: أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطني رجل فنتحارب معا. ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. وداود هو ابن ذلك الرجل الإفراطي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى، وله 8 بنين. وكان الرجل في أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى 3 الكبار وتابعوا شاول للحرب. وأسماء بنيه 3 الذين ذهبوا إلى الحرب ألياب البكر وأبي نداب سني وشمة سلسهما. وداود هو الصغير و3 الكبار ذهبوا وراء شاول. أما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبي في بيت لحم. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. فقال يسى لداود ابنه: خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه 10 الخبزات وأرقد إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه 10 قطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف، وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطم يحاربون الفلسطينيين. فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمر يسى، وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب. واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف، وأتى وسأل عن سلامة إخوته. وفيما هو يكلمه إذ رجل مبارك اسمه جلياط الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الإسرائيليين وتكلم بمثل هذا الكلام، فسمع داود وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجال إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل؟ هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا ويعطيه ابنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. فكلم داود الرجال الواقفين ومعه قال: ماذا يفعل الرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلموا بمثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. سمع أخوه الأكبر ألياب كلامه مع الرجال، فحمي غضب ألياب على داود وقال: لماذا نذلت؟ وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنما نزلت لكي ترى الحرب. فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام. فرد
فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول، وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبره به أمام شاول فاستحضره. فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه، لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صبا. فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبي غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع، فخرجت وراءه وقتلت وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكت من ذقن وضربت فقتلت. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما، لأنه قد عير صفوف الله الحي. وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد الفلسطيني. فقال شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. وألبس شاول داود ثياب، وجعل خوزة من نحاس على رأسه وألبسه درعا. فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه وعزم أن يمشي، لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول: لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها. ونزعها داود عنه وأخذ عصاه بيده وانتخب له 5 حجارة ملس من الوادي وجعلها في كنف الرعاء الذي له، أي في الجراب، ومقلعه بيده. فتقدم نحو الفلسطيني، وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود والرجل حامل الترس أمامه. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره، لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود بألهته. وقال الفلسطيني لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء وحوش البرية. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. هللويا. وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده في الكنف وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتد الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضلب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود. فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما رأى الفلسطينيين أن جبارهم قد مات هربوا. آمين آمين. حقيقة الخطة النهاردة مرات كتير إبليس بيستخدم نفس الخطة ونفس الطريق ونفس الحرب. إبليس عنده تجديد للأفكار لكن نفس الخطط، زي ما استخدم خطة أدوني باذق يقطع لبهامين عشان ما تقدرش يعجزك، وبهامين الرجلين عشان ما تقدرش تتحرك. واستخدم ناس كتير قبل كده بخطط كتير ومتنوعة، أشخاص وأماكن زي فم الحيروس. النهاردة عندنا خطة اسمها خطة جلياط. كلمة جلياط في الحقيقة هو اسم كنعاني معناه سبي أو نفي، والغريب ان هو يحطه في حتة اسمها، يعني الغريب حتة اسمها سكوة أو معنى اسمها أشواك، وياخدك في حتة اسمها عزيقة. عزيقة هي الأرض المعزوقة مليانة طوب، فلا تقدر تجري ولا تقدر تتحرك. إبليس هدفه مرات كتير في الحرب الروحية أنه يوقف المؤمن، أنه يقولك على حاجات وياخدك لأماكن ما تقدرش فيها تتحرك ويوقف حركتك. في الحقيقة لما بص على اللي عمله جلياط في الشعب، هو نفس اللي بيعمله اليومين دول، ان من كتر التخويف اللي خوف بيه الشعب ان الشعب ارتاعوا، خافوا جدا. مرات كتير سهم الخوف والارتاع والارتعاب لما بيوصل لينا بيوقفنا، بيخلينا خايفين مش قادرين نتحرك.
في الحقيقة مرات كتير لما نبص على الحرب الروحية جلياط، وجلياط ده لما تبصوا عليه في الحقيقة تلاقوا حاجات غريبة قوي. يعني طوله 6 أذرع، ولما تبصوا عليه كمان معاه 6 عدد حربية، فدايما عنده نقص 6 و6 و6. وتلاقي حاجة غريبة جدا جدا انه جلياط ده لما حب يحارب داود عنده عدة رهيبة جدا. العدة دي مش بس هو شايل، ده شايل ومشايل واحد كمان جنبه اسمه حامل السلاح. بص على الأجهزة بتاعته، يعني انا لما قعدت احلل شوية يمكن قلت لحضراتكم معاه ترس بس بيمسكه في ايده 5000 شاقل، شاقل بلغة الكتاب 11.5 جرام، فتدربهم يطلع الترس اللي بيمسكه في الايد دي عارف كام؟ 55 كيلو. تخيل واحدة من القطع داود كله ما يطلعش 55 كيلو. هو عنده في العدد بتاعته عدة واحدة كام كيلو؟ 55 كيلو. لا ده انت لما تقرأ كمان يقول لك انه سنان الرمح بتاعه وزنها 600 شاقل. يعني لما تقعد تدرب حاجة رهيبة جدا جدا، العدة بتاعته والسيف بتاعه والرمح بتاعه كانوا للنساجين، وتبص عليه في الحقيقة تلاقيه حاطط خوذة ودرع حرشوفي معمول بنحاس، منظر مرعب. بس داود ما كانش بيبص على داود، بيبص على جلياط في إمكانياته، لكن بيبص على الرب في عظمته وقوته. ومرات كتير نقول الآية أنت تأتي إلي بسيف وبترس وبرمح، لكن أنا آتي إليك بقوة. هو داود ما قالش بقوة، باسم رب الجنود. ويقول له تعبير رهيب، برغم كل العدة دي وحجمك الضخم الرهيب، لكن يحبسك الرب، يحبسك اليوم في يدي. في الحقيقة الخطة النهاردة خطة جلياط، ودي خطة رقم 8 في الحرب الروحية، تشوفوا انه ابليس استخدم اساليب معينة جدا، وتقريبا 5 اساليب استخدمهم في الحرب هنا، واكيد ابليس بيستخدمهم مع ناس موجودة او ناس بيسمعونا. اول حاجة عملها في الحقيقة هي التعيير، قعد يعيره. ومرات كتير ابليس عنده خطة التعيير، يعيرني بضعفي، يعيرني بخطاياي، يعيرني بمضية، يعيرني بامور يمكن وقعت وضعفت فيها في وقت من الاوقات. فعنده اسلوب اسمه اسلوب التعيير، ودايما ابليس يقول لك انت ناسي، انت ناسي، ناسي لما حصل كذا وكذا. ودايما تلاقي ابليس يستحضر الماضي امامك، يستحضر الضعف امامك، استحضر امور صعبة امامك. هنا عنده تعيير، ويقف يعير شعب الرب لمدة 40 يوم صبح وليل، وهو بيقول لهم لو فيكم راجل يطلع لي. طب ده جيش بالكامل. عندي سؤال، هل جيش بالكامل ما يقدرش يقف قدام واحد؟ عشان كده مرات كتير الله منحنا قوة الروح القدس وسلطان الروح القدس. لما نقف قدام إبليس وبس نقول له لينتهرك الرب يا إبليس، هو ما يبقاش موجود. بس هو بيعمل إيه؟ بيسبق، ولما يسبق يعمل حاجة رهيبة جدا، يفضل يرمي تعيرات 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 تعيرات. ومن كتر التعيرات بقى عندنا دلوقتي أزمة. إيه هي الأزمة؟ إنه أنا حتى مش قادر أطلق نفسي، ومش قادر أنسى الماضي اللي الرب غفرهولي واللي الرب سامحني بيه. مرة واحد من رجال الله قال تعبير رهيب جدا، قال لما إبليس يفكرك بماضيك فكره أنت بمستقبله. لما إبليس يجي يقول لك انت كنت ضعيف وخاطي و و و، قل له انا كنت فعلا ضعيف وخاطي، لكن الرب اتعامل معايا وغسلني بدم الكريم، وانا رايح السماء على حساب دم يسوع. بس اللي جاي يا ابليس، اللي جاي يا ابليس هو مستقبلك انت. انت عارف يا ابليس مستقبلك ايه؟ قل له كده، انا عارف مستقبلي مضمون، ان غمضت عيني هنا هفتحها في حضن يسوع. بس انت عارف مستقبلك ايه؟ مستقبله ايه؟ البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. عشان كده يجي هنا يقف يعير ويقول كده بافتخار، انا عيرت صفوف الله الحي،
انا عيرتكم اهو، انا قعدت اعير فيكم. كام حد يقول في اسم الرب يسوع انا ارفض كل تعيير، انا ارفض كل تعيير بيجي على حياتي، لا بضعف ولا بمهانة ولا بانحناء، انا برفض كل تعيير بيعيرني بيه العدو. ده امر مهم جدا على فكرة. فاكرين معايا الراجل اللي وقف في يوم من الايام كده وعلى راسه العمامة بتاعته وثيابه قذرة كده، وبعدين بدأ يشتكي عليه، بص بص ثيابه عاملة ايه، بص بص هيئته عاملك ايه. ويجي الرب كده ينادي عليه على يد زكريا، ويجي ليهوشع الكاهن العظيم ويقول له تعالى تعالى تعالى، لانه انا عندي عمامة نظيفة وعندي ثياب نظيفة بدل القذرة، انا البسك ثياب نظيفة. كم حد فينا يقول في اسم الرب يسوع لا تعيير؟ يقف التعيير النهاردة. مرات كتير اسلوب التعيير ده اسلوب صعب جدا، وابليس بيستخدمه للشكاية على المؤمنين، استخدمه. ولما اشتكى عليا في ضعفي في مهانة في أمور الرب غفرها ليا وعداها، بيجي يخليني أحس بصغر النفس. تعرفوا أنه الشعب في القديم يقول كده لم يسمعوا لصوت موسى، ليه؟ يقول من العبودية وصغر النفس. عرفوا كتر التعيير يجيب صغر نفس، لما يجيب صغر نفس ده أنا أقعد أقول كده أنا فعلا ضعيف، أنا فعلا ما استحقش. فكركم بطرس بعد ما الرب بعت له رسالة في فجر القيامة مع المريمات، قولوا لتلاميذه ولبطرس. طب ما بطرس واحد من التلاميذ، قال العشرة دول في كفة وبطرس وحده في كفة، انت ناسي من ثلاث أيام عمل ايه؟ ده قال معرفوش، وقال للجارية أنا لست أفهم ما تقولين، ويقول الكتاب أنه سب ولعن. انت ناسي؟ قال لا مش ناسي، بس روح قول لبطرس يا بطرس ضعيف أنا بحبك، يا بطرس ضعيف أنا قمت من الموت وانتصرت وديك قوة قيامتي. روح قول لبطرس إن أنا بحبه، قوله لتلاميذه ولبطرس. وبعدها بشوية يقول لك إيه؟ إنه ظهر لصفا. يبقى بعت له رسالة وعمل له كمان ظهور خاص، وبعدين قابله بالليل مع التلاميذ، ما قالوش تعالى، مش انا قلت لك يوم الخميس اللي فات ولا واحنا في العلية من كام يوم انك تنكرني، وانت قلت ان شك فيك الجميع انا لا اشك كلهم طينة وعجينة وانا قطعية لوحدي. ما عملش معاه كده، وكان الرب بيقول له ايه؟ ما تقلقش. وبعدين بعدها بشوية بطرس يقعد مع نفسه كده، جاله سهم من التعيير، يا منظرك ايه وشكلك ايه بقى بعد ما قام وهزم الموت، منظرك ايه وشكلك ايه بعد ما انكرته قدام الجواري. فقال يا اخوة انا ذاهب لأتصيد، انا هرجع للشغلانة القديمة، انا لا انفع اكون تلميذ ولا انفع اكون رسول. مين يجي معايا؟ ستة رفعوا ايديهم وهو السابع، قالوا له نيجي معاك نصطاد. هو يعني انت ما تنفعش، احنا اللي هننفع؟ وعلى فكرة صوت صغر النفس معدي معدي. لما تلاقي واحد عنده صغر نفس تلاقي عياله مهزوزين، لما تلاقي حد عنده صغر نفس كده تلاقي اللي حواليه قلبهم دايب من الخوف. صغر نفس بطرس يجي يقول لهم انا ما ينفعش اكون، يجي يقول له احنا معاك. يروحوا هم السبعة لبحيرة طبرية، والرب يفاجئهم بظهور خاص الصبح، ويوحنا يميل عليه يقول له على فكرة يا بطرس، قال له ايه؟ قال له واقف على البر ده هو الرب، الواقف على البر ده صوته مش غريب عليا. بطرس يعتذر بثياب لانه كان عريان، وينزل ياخد المتين زراع الميت متر دي يعوم ويروح للرب. عارفين انا اتوقع الحديث اللي دار، يقول له انت تجيلي لحد ارض ضعفي، انت تجيلي لحد الحتة اللي انا سبتك ورحت ليها، انت جاي لحد ارض المذلة وارض المهانة، بقى انا بقول سبت الخدمة ورايح للصيد، انت تيجي لحد ارض الصيد ليا. وكان الرب يقول له مش هفرط فيك، انا مش هسيبك للضعف ولا سيبك لصغر النفس ولا سيبك للمهانة، انا عندي قوة ردك يا بطرس. نفسي اقول اعلان لحد هنا او بيسمعني، اللي ما فرطش في بطرس مش هيفرط فيك ولا فيكي، اللي ما فرطش في بطرس في وقت ضعفه هيفضل يعتني بيا
حتى لو في وقت ضعف. كم حد فينا وتعرفوا اللي حصل مع بطرس بعديها على طول يتشجع بطرس، وبعديها على طول بعشرة ايام من صعود الرب يجي يوم الخمسين ويقول ايه في اعمال 2:14، وقف بطرس مع الاحد عشرة تلميذ. ايه ده؟ عارفين لو قال وقف يوحنا كنا عملنا عليها 20 وعظة. بص يوحنا اللي ما سابوش عند الصليب اهو يوم الخمسين استخدمه، بس تخيل لما بطرس اللي واقع يقف على رجليه. هو ده شغل الروح القدس على فكرة. كم حد فينا منطرح زي بطرس وشاعر بمهانة انه خزل الرب ويقول النهاردة انا عندي ايمان انك تقومني من تاني. هللويا. تعرف جلياط يعمل ايه؟ يعيرك ويقول لك انت ضيعت، وانت عملتي، وانت خربت، وانت بوظتي، وانت ضعيف، وانت ما عندك. كم حد يقول له في اسم الرب يسوع كل سبي وكل سلب الوقت اللي فاتت سلب يترد اضعاف، كل قوة اتخذت، كل امور اتخذت مني في وقت ضعف او مهانة تردها الوقت اللي جاي في قوة في اسم الرب يسوع. ده اول اعلان ربنا النهاردة بيقول لك ارفض تعييره وارفض المهانة اللي ابليس بيوجهها. كم حد يقول في اسم الرب يسوع انا بيك اعظم من منتصرين؟ ارفع ايدك للسماء قول له انا استقبل نصرة جديدة في هذا الصباح في اسم الرب يسوع. كل المنحنين لاجل التعيير، تعيير خارجي او داخلي من الداخل، انا النهاردة برفض هذا التعيير واستقبل من لدنك يا رب قوة نصرة جديدة. استقبل منك النهاردة توقفني على رجلي زي بطرس من جديد. عشان كده اول سهم وجهه جلياط هو سهم التعيير، بس ما سكتش على فكرة، ده اشتغل عليه شغل رهيب. في سهم تاني بقى، مش بس سهم التعيير. هو شاف انا عندي اختبار. ايه اختبار؟ انا عندي اختبار. اللي اداني ان انا انتصر على الاسد والدب اديني نصرة. انا عندي اسد ودب خرجوا عليا في يوم من الايام انقذني منهم، وانا عندي اختبار يقول ان الهي ما تغيرش. بس هو بيسأل كده يا جماعة، قالوا له نعم. قال لهم اللي يقتل الراجل ده الملك يعمل معي؟ قالوا له اللي يقتل ومين يقدر؟ بس على العموم الملك وعد. قال اللي يقتل جلياط ده الملك يعني يجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل ويغنيه غنى جزيل، هيديله فيض. لكن نمرة 3 بقى هيبقى نسيب الملك، الملك يجوزه بنته. وداود لسه شاب صغير، قال لك يا سلام يا سلام، ده فيها حرية وفيها غنى وفيها فرح، فيها جوازة. يبقى دول ايه؟ ثلاث حاجات ايه؟ مشجعين يعني اتحرك. اللي يقتل ردوا عليه قالوا له زي ما قالوا لك، بس مين يقدر؟ صحيح العرض مغري، بس مين يضيع حياته؟ مين يضيع حياته؟ بس عايز اقول لكم الياب رقم واحد في ولاد يسل بيت لحمي رقم واحد، وداود اصغر واحد رقم واحد، وبينهم 6 وهو رقم 8. سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال. على فكرة زمان كان رقم واحد الصغير يقول له يا أبيه، كان يقول له يا بابا، ده مكان بابا فعلا رقم واحد. سمع كلامه فحمي غضب إلياب على داود، وراح نزل فيه بقى كلام صعب جدا. قال له لماذا نزلت؟ انا جاي اطمن عليك، لا عايزك ولا عايز اطمئنانك. وعلى من، شوف التحقير الرهيب ده، على من تركت؟ مش الغنم، الغنيمات. والغنيمات دول على فكرة عدد صغير يتراوح من 3 لـ5 6 غنمات. يعني هو مش كمان يرعى غنم، ده كبيره يرعى غنيمات. وعلى من تركت تلك الغنيمات في البرية؟ ويقول له ايه بقى؟ انا علمت كبرياءك وشر قلبك، لانك انما نزلت لكي ترى الحرب. اترجم لكم الآية دي شوي. غضب وحامي غضب. وانا اتخيل كده اخويا مازن راح ماسكه من كتفه كده وراح هزه هزة عنيفة وقال له ايه اللي جابك؟
سبت الغنيمات على مين؟ احنا يعني مدين لك شوية غنيمات على قدك، دول الحرب يا ابني للكبار. احنا الثلاثة الاول الكبار، انا واخوك جينا ابي نداب وشما جايين عشان الحرب، لكن انت كبيرك وقول له انت متكبر وشرير وجاي تتفرج. خياله لو انا اخويا الكبير قال لي شوية الكلام دولة اعمل ايه؟ انا ممكن يجيلي مش بس عصرة، ده انا يجيلي عصرة وقفلة وتعب ودموع، واروح واخد زاوية كده واروح قاعد فيها. عرفوا واحدة من السهام الرهيبة اللي ابليس بيستخدمها النهاردة. الامر الاول يعني جلياط يصدر تعيير، بس عارف اخوه عمل ايه؟ تحقير. عارف لما تيجي من جوه وحد مثلا شريك حياة أو زوج أو زوجة يعني أو ابن أو ابنة أو أب أو أم أو أخ أو أخت، حد قريب ليا أو صديق، ويجي يقول لي كلام كده، تخيلوا كم المرارة اللي كان ممكن يبقى عندي داود. مرات كتير مؤمنين اتربطوا لأنه عندهم كلام مش قادرين يخفروه فاتربطوا في مكانهم. تقول لك أنا مش مخصمة بس مش بكلمهم، سميه حضرتك ده، يقول لك ده اختصار. والاختصار ايه؟ انا مش عارف الايه بتاع الاختصار عبادة دي جت فين في الحقيقه. يعني الرب يقول غفران واحنا نقول ايه؟ اختصار. يقول لك بص، يعني بص الباب اللي يجي لك منه الريح. تعرفوا ان دي امور ابليس بيرميها؟ تعرفوا ان في مؤمنين مربوطين في الحته دي، سمعوا كلام فجرحهم، فجروحهم مفتوحة، فكل ما بيشوفوا الأشخاص اللي جرحوهم بيفتكروا الجروح، بيفتكروا الكلام السلبي. كام حد فينا اتأذى بكلام سلبي في وقت من الأوقات ولسه جرحه مفتوح بينزف؟ عشان كده هنا الأخ بيقدم إن صوت الشكاية والتحقير، يجي يقول له كده إبليس يعير، بس أنا النهاردة بشتكي عليك وأقول لك أنت متكبر، أنت شرير، إنما نزلت لكي ترى الحرب. بص الحل الرهيب اللي داود عمله، العدد اللي بعديه جميل، يقول فداود قال ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام يا أما ما تزعلش روحك، بيقول لأخويا زعلش روحك، ده كلهم كلمتين. بص بقى العدد اللي جاي يقول ايه بقى؟ حاجة رهيبة جدا، يقول لك وتحول. انا عايز بس الروح القدس كده، يعني نفسي اخويا ماهر بعد شوية نجيب حاجة برنامج للكتاب المقدس، نعرف نحط دوائر ونلون كده، انه انا عايز احط نور على كلمة تحول من عنده دي. ايه؟ انا مش هتربط في الكلام اللي انت قلته لي، انا مش هتربط في الكلام اللي رميته عليا، انا مش هتربط واقعد كده يعني بمرارة بدموع في ركن وند بحظ، لكن في اسم الرب يسوع انا ساتحول عن كل كلام سلبي اترمى عليا. كم حد يقول معايا امين؟ طب كم حد فينا اتأذى قبل كده هنا او بيسمعني من كلام سلبي ويقول له في اسم الرب يسوع انا ساتحول عن كل كلام شكاية وكلام سلبي، كلام تحقير وشكاية، انت اللي جابك، انت شرير، انت متكبر. طب بأمانة يعني انا شخصيا اقول لأي حد فيه، لو سمع حد فينا الكلام ده من حد قريب منه، يعني لو اخويا او اخت جات قالت لك ايه؟ انت متكبرة وشريرة وانت ولا حاجة، هو بيقول له انت ولا حاجة، انت كبيرك ترعى كام غنماية. طب بأمانة لو حد فينا سمع الكلام ده يعمل ايه؟ عندنا تعبير صعيدة هنا، معرفش في الأردن ولا يا أخويا مازن، اسمه سايبها لكم مخدرة. يعرفين سايبها لكم مخدرة دي بتاعت الصعيدة ايه؟ اشبعوا بيها، سايبها لكم مخدرة. كانوا زمان يتعبوا في الأرض لحد ما يعزقوها ويرموا البزار والزرع يبتدي يكبر، وقت التعب راح وقت الاسمار. أنا سايبها لكم مخدرة يعني ايه؟ يعني سايبها لكم مثمرة ولا عايزكم ولا عايز الزرعية. ويجي هنا كلام شكاية. ده أنا مرة من المرات، بص القامات الروحية، يعني واحدة من الآيات، افتحوا معايا كده كورنثوس الثانية 10:10. توت كورنثوس قالوا البولس تعبير رهيب جدا، أنا شخصيا لو بتوت الشرابية قالوه لي مش هتشوفون الحد اللي بعده ولا حتى يوم الاثنين، يعني لو جالنا لحد النهاردة يوم الاثنين ما تلاقونيش. قالوا له ايه بقى؟ قالوا له بص يا بولس، عايزين نقول لك حاجة بس ما تزعلش مننا، احنا برضو يعني احنا نقول للأعور انت أعور في عينه،
انا ما اعرفش المؤمنين جابوا الكلام ده منين. يقولك انا قلب ابيض. انا مره قلت في الكنيسه ان واحده تقول لاختيها انا قلب. طالما حد قال لك انا قلب ابيض اعرف ان في مصيبه جايه، تعرف ان في بلوى هيرميها. انا قلب ابيض تعرف ان التقيل جاي ورا. انا قلب ابيض وتقول لاختها كلمتين تجيب لها ذبحه صدريه وتقول لها انا قلب ايه؟ اما لو قلبك اسود هتعمل ايه؟ تعرفوا قالوا له بص احنا قلبنا ابيض يا بولس وبنحبك وانت ليك فضل علينا وانت وصلت لينا المسيح. الرسائل ثقيلة وقوية، رسائلك دسمة يا بولس جدا جدا. طب كتر خيركم فصلة كده يقول له بص بس هنقول لك حاجة ما تزعلش، اما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. بص انت بتكتب حلو بس الكاريزما بتاعتك على المنبر صفر، بس الكلام كمان والمفردات بتاعتك ايه؟ ركيكة. الكلام ايه؟ حقير. عارفين ده ليه معنى؟ المعنى في بطن الشاعر. تعرفوا التعبير ده؟ ايه المعنى في بطن الشاعر؟ ده هم عايزين يقولوا له الرسائل بتاعتك قوية بس لما بتجينا انت الكلام غير الكلام. يعني انا لو كاتب كتاب في موضوع مثلا وجيه الكنيسه دعيتنا قالوا لي عايزين موضوع الكتاب وانا رحت وقفت على المنبر ما جبت السيره اللي في الكتاب يبقى الكلام ده مش كلامك يا بولس، يبقى الكلام ده انت سرقه من حد. تخيل ان بولس يكمل يخدم الكنيسه دي بحب ويفضل مكمل. تخيلوا في مؤمنين ربنا اداهم معده روحيه تهضم كل تحقير وكل كلام سلبي، وفي مؤمنين اتعجزوا سنين بسبب المرارة من الكلمات السلبية. كنت في مؤتمر أسر في بيت السلام من فترة وبعدين انه زوج وزوجة بينهم الدنيا مولعة، فجم كده اختي كده بترتب القعدات فجي دور اسرة من الاسر، بس انا بصيت لقيتهم كبار في السن، يعني مش شابين صغيرين بادئين حياة زوجية، لا ده 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 يعني في شعر ابيض كتير وبعدين قالت له على فكرة وهم انا مش ناسية الكلام اللي مامتك قالتهولي واحنا بنفرش الشقة يوم جوازنا. بصيت لهم كده قلت لهم ليه انتوا متجوزين من قديم؟ قالوا لا احنا اولادنا مخلصين جامعه، احنا بقالنا 25 سنه متجوزين، والاخت مش قادره خلال 25 سنه تنسى ايه؟ تنسى الكلام اللي قالته، وامه ماتت من سنين بس هي عامله ايه؟ تو واحده تقول لاختها كده انا مش ناسيالك الكلام اللي قلته لي وانا صغيره، يا وبتاخد مائده الرب ونيجي نحضر في محضر الرب واحنا ما عندناش غفران. كم حد فينا يعمل زي داود كده يقول له في اسم الرب يسوع اتفك النهارده من كل كلام سلبي اترمى عليا. كم حد فينا مجروح يحب يغفر في هذا الصباح؟ كم حد يعمل معروف في نفسه ويغفر عشان يتشفي؟ اخد معاكم مشهد رهيب جدا جدا. انا بحب شخصيه ايوب لانه انا كنت كتبت كتاب عن فلسفه الالم مسميه الالم بركه ام لعنه، وبعدين عشان اكتب الكتاب ده فدرست سفر ايوب بعمق عن فلسفه الالم، فبصيت على اصحابه، اصحابه تعبوه جدا جدا، ويمكن مره ومرات قلت لكم واحد قال له تستاهل، واحد قال له اكيد زرعت، والتاني قال له الله يغرمك باقل من اسمك، يعني انا من وجهه نظر اللي انت فيه ده قليل عليك، ولو انا مكان ربنا هديك اكتر من كده. خيل واحد ولاده العشرة ماتوا مرة واحدة وممتلكاته ضاعت مرة واحدة وجاله نوع من الكانسر في الجلد، نوع نادر جدا وعلاجه صعب انه يقعد في رمات حريقة، فقد كل حاجة عياله وصحته وماله. وبعدين واحد من اصحابه يقول له ايه انا لو ما كان ربنا كنت اديت لك اكتر من كده، كتر خيرك. بس في ايوب 42 بصوا معايا هذا الاصحاح القوي، انه الرب جه لاصحاب ايوب وحمي غضبه. يقول كده انه في عدد 7 انه حمي غضب الرب كان بعدما تكلم الرب مع ايوب بهذا الكلام، ان الرب قال لاليفاذ التيماني قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لانكم لم تقولوا في الصواب كعبد ايوب. طب بس دور شوف ايوب قال ايه صواب.
شوفوا قال ده هو بيطلع ضغوطه يقول له ليتني لم أولد، ومرة يقول له هل أنا عظمي حديد ولحمي نحاس، أنا هقدر أقف معك في المحاكمة والكلام. وبعدين يقول له إيه؟ يقول له روح لأيوب كده، خذوا لأنفسكم 7 صران واصعدوا محرقات. وبعدين الرب جه خد أيوب على جنب قال له عايز تتشفي؟ قال له أكيد. بص يقول لي بقى 10، ورد الرب سبي أيوب. لما أشيل لما دي حط كلمة أسهل، عندما رد الرب سبي أيوب عندما صلى لأجل أصحابه. يا رب أنا ما غلطتش فيهم، دول هم دبحوني في الألم، تصلي لهم وتطلقهم هشفي. كم حد يحب يتشفي في هذا الصباح؟ طب حد يحب يطلق النهاردة؟ رد الرب سبي أيوب عندما صلى لأجل أصحابه. مش بس كده، وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا. داله 10 ولاد، وداله ضعف عدد الجمال، وضعف عدد البقر، وضعف عدد الغنم، وضعف عدد الحمير. داله. طب ليه ما دالوش 20 عيل؟ عشان 10 الأولانيين ما ضعوش، 10 الأولانيين موجودين معاه في السماء، والعشرة دول فهيبقوا كده كده ايه 20، بس ادي لك ضعف من كل حاجة. كم حد فينا في هذا الصباح يقول له انا اقبل ان يا رب في هذا الصباح ان اطلق غفرانا، اطلق غفرانا. عشان كده في صوت من 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 جلياط للتعيير، في صوت في الحقيقة قوي جدا من الياب بالشكاية والتحقير. بس عندي صوت ثالث في الحقيقة. يلا بسرعة عشان ناخد وقت صلاة مع أخويا مازن والأسيس، وأثق أن الرب يصنع شفاءات في هذا الصباح واسترداد ورد من السبي. في بعد كده سمع هذا الكلام عند شاول، فقالوا له في ولد بيقول أنا روح أبرزه. يا من كل الجيش الالاف دي وكل جبابرة الباس، لا يؤاب طلع ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا ده ولا ده، ولا كبير ولا صغير، ولا شاول الاطول من الشعب يطلع، داود الصغير ده يقول انا اروح. واحد بيقول هاتوه. فجي شافه كده قال له لا انت ما تنفعش، لا تنطبق عليك المواصفات المطلوبة. عرفوا؟ تعرفوا لما يجيبوا وظيفة كده يقول لك ايه شروط التقدم للوظيفة؟ مثلا إجادة الإنجليزية إجادة مثلا بامتياز، المنظر حسن المنظر، مش عارف من سكان القاهرة، السن لا يزيد عن 35 سنة. لو أي شرط من دول اختل يبقى منفعش. هو قال له ما تنطبقش عليك الشروط. ليه؟ قال له يا حبيبي أنت غلام وهو رجل حرب منذ الصباح، الخبرة بتلعب دور، هو خبير في الحرب وانت غلام صغير. غلام دي يعني سن اعدادي سنة وكده، في وقتها يمكن داود في الغالب يعني كان قرابة 17 سنة. فحبيبي ده هو متمرن للحرب. قال له طب انا عايز اقول لك على حاجه، انا عندي اختبار عايز احكيه. احكي يا حبيبي، انت الحقيقه يبقى عندك اختبارات، ده انت يا دوب غلام. قال له على فكره انا كنت برعى غنما، مش غنيمات على فكره. ما قالوش انا كنت برعى غنيمات لقبلك، ان كنت برعى ايه؟ غنما دي كتير قوي. وبعدين يقول لك ايه بقى؟ شوف اللي جايه دي رهيبه جدا. فجاء الاسد مع دب وخطف شاة من القطيع. هما كانوا غنيمات ولا قطيع؟ تعرفوا في اللغة الكتابية أن القطيع لا يقل عدده عن 2000. وأخوه بيقول له إيه؟ غنيمات. يبقى إبليس بيرمي إيه؟ كذب. فأنا كنت برعى غنم أبي، وبعدين خرج أسد مع دب وخطف شاة من القطيع. وعلى فكرة الأسد والدب ما يتفقوش، بس المرة دي اتفقوا. هيرودس وبلاطس متخصمين، بس اليوم ده اصطلحوا. تعرف اليوم ده اصطلحوا امتى؟ في محاكمة المسيح. تقول لك ايه اللي لم فلانة على فلانة؟ ايه ده؟ ده ما كانوش يقبلوا بعض، هما الاثنين اتحدوا. مرات كتير تشوف العجب في الامور دي.
ايه ده؟ ايه ده؟ حاجة رهيبة جدا جدا. وبعدين يقول لك بقى لما اتحد هما الاثنين وخطف شاتا اخذ شاتا من القطيع، يقول لك ان انا خرجت وراءه وقتلته وانقذتها من فيه. من فيه يعني بقه. انا طلعت الغنمية دي من بين سنان الاسد. يا انت قتلت اسد ودب. وعلى فكرة عايز اقول لك على حاجة، انا عندي ايمان انه اللي خلصني هيخلصني واللي انقذني هينقذني. حد مصدق الكلام ده؟ طب كم حد عنده اختبار في الماضي يقول ان سيدي عملها معايا قبل كده؟ طب اسألك سؤال، امال خايف ليه؟ خايفة ليه؟ عملها؟ طب اللي عملها مرات يعرف يعملها المرة الجاية؟ طب كم حد يديله المجد في هذا الصباح؟ انقذني، انقذني وهينقذني، خلصني منه وهيخلصني. انا عندي الايمان ده، عندي الايمان ده. قال له طيب يا حبيبي اللي انقذك ينقذك، تعالى هديك هدية. ايه الهدية؟ بص انا عندي بدلة حربية محترمة. ايه البدلة الحربية دي؟ انا الملك. يعني تخيل لما حتة غلام يلبس بدلة مين؟ ده قمة السعادة. البس بدلة الملك دي. فراح ملبسه البدلة العسكرية، البسه، البس دي بالإجبار على فكرة، البس دي بالأمر، البس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا. درع ده كده يتحط كده حديد بيتلبس على الصدر كده عشان يحمي القلب. وتقلد داود بسيف فوق ثيابه وعزم أن يمش. ينقل ما درش. خياله شاول أطول من كل الشعب وداود غلام. فداود شاول عامل بدلة على إيه؟ على مقاسه. فلما جم يلبسوها لداود طلعت إيه؟ طلعت مبهبطة بيسموها كده، طلعت كبيرة عليه خالص. فقالوا معلش اللي مهلك بحزام والبنطلون نتنهولك، وراحوا لملوا البنطلون مع الجاكت كده ولبسوه. جينقل ما قدرش. يقول لك ايه بقى؟ يقول لانه لم يكن قد جرب. انا ما تعودتش على بدلة شاول، انا ما جربتهاش قبل كده، لا اقدر ان امشي بهذه. وبعدين يقول لك نزعها داود عنه. تعرفوا المفروض شاول يسأله لما قتلت الاسد والدب قتلتهم بايه؟ ايه السلاح اللي كان مستخدم؟ وكنت لابس ايه؟ كنت لابس نفس الجلابية ومعايا نفس المقلاع ونفس العصا. طب روح يا حبيبي بالقوة اللي ربنا انقذك بيها من الاسد. بس هو فرض عليه بدلة. عايز اقول لكم، واحد يتكلم بتعيير وواحد يتكلم بتحقير والتالت اتعامل معاه بلغة التعجيز. عجزه. عرفوا عجزوا ازاي؟ البس دي. تعرفوا ياما ياما اباء وامهات عجزوا عيالهم لانه لبسوهم لبس مش بتاعهم. ليه؟ انا كان نفسي زمان مثلا، يعني انا كان نفسي زمان اطلع دكتور فما لحقتش، فنفسي مين يحقق حلمي؟ طب ما هو يمكن مش نفسه يبقى دكتور، نفسه يبقى مهندس، بس انا عايز احقق حلمي في مين؟ يقولك يا بابا انا مش بحب اللي هتحبها غصب عنك، هتدخل غصب عنك، ما هو مش هينفع، مش هيفلح، بنتك مش هتجيب في الحته دي. مرات كتير بنعمل مع اولادنا ومع اللي بنخدمهم اللي عملوا شاول مع داود. عمل ايه فيه؟ عجزه. كم حد يقول للرب في اسم الرب يسوع مش هلبس بدله حد؟ تعرف ربنا ما عملش منا غير نسخة واحدة، وما عملش منا غير نسخة واحدة. ليه؟ ليه؟ ما هو ربنا عايز يعمل نسخ كوبي وبيست وناس كده. كان عمل من كل واحد مننا 3 4 5 يبقوا شبهه، بس ربنا عمل من كل واحد فينا نسخة فريدة. حد يقول امين؟ طب لما تحب تروح لجلياط تروح له بايه؟ انا جربت ان سيدي بيستخدم ابسط الامكانيات. انا ربنا دربني على موضوع النبلة المقلاع، وانا ربنا هيستخدم المقلاع معايا، استخدم معايا امور صغيرة. يبقى مؤمن متعود على ايد الرب جدا في الازمات والضيقات، بس يجي يخش في ازمة في مرة يقول لك ايه؟ بص هنشوف لنا حد يتوسط لنا في الموضوع ده. يا عم انت ما كانش ده اسلوبك قبل كده. بس معلش يعني الزمن بيتغير.
تعرفوا في واحد لما راح نشر الرسائل قدام الرب وقال له كده: بص يا رب الرسائل اللي بعتها سنحريب، بص الرسائل. قال له: ما تقلقش يا حزقية، انت مفكر انه على صوته عليك؟ ده على صوته علي انا، سيبنا اتصرف. الرب بعت ملاك الليلة دي ضرب 185,000 من الجيش. بعد شوية حزقية نزل دخل في أزمة، قال لك: معانا قد ايه يا ابني انت وهو في بيت المال في الخزنة؟ قال له: عندنا ذهب وعندنا ما تلاقي. قال: طب يلا نتأجر لنا 2-3 يساعدونا في الحرب. يا ابني هو ربنا سابك قبل كده؟ لا، بس معلش يعني انا كل مرة اخش في أزمة هقعد اصلي؟ طب ايه المشكلة؟ انقذني وبينقذني وهينقذني. اسأل مجرب، تعرفوا المثل الصعيدي ده والمصري الجميل ده؟ اسأل مجرب ولا تسأل ايه؟ اسأل مجرب. اسأل واحد راح دخل الحرب. انت جربت ايه يا داود؟ جربت ان النبلة دي والمقلاع ده والعصا دي ربنا بيستخدمهم؟ وخد 5 حجارة ملس من الوادي، نزل الى الوادي، خد 5 زلطات وخد معاه 5 في الكنف. هو عنده مخلة كده، عارفين المخلة اللي كانوا زمان بيعملوها؟ دلوقتي الولاد بيجيبوا شنط، الواحد بيشوف شنط العجب يعني، مش عارف. زمان ما كانش على ايامنا لانش بوكس ب 500 جنيه وشنطة مش عارف عليها ايه، وما كانش عندنا. قرب الولد يجيبوا له ثلاجه ياخدها مع الفصل يعني. فزمان كانوا يعملوا لنا مخله، عارفين المخله بتاعت زمان دي؟ هو خد المخله دي حط فيها 5 حجارة وراح مطلع حجر منهم، وفي ترنيمه في مدارس الاحد، وعمل ايه؟ وقعد داود يلف في الحجر ده، يلف في الحجر، وقعد يبص عليه باحتقار: انت جاي تحاربني بعصا ونبلة؟ انت يا ابني انت في حاجة في مخك يعني؟ انت جاي تحاربني بدي؟ وياخد الرب الحجر الصغير ده ويرتد في جبهته، يقع جلياط، وكان الرب عارف جه في الحتة دي اللي بين الاوصال بتاع الخوذة، في الحتة دي عشان الواحد يقدر يتنفس ويقدر يفتح، بيبقى في حتة هنا اهو، الرب راح ظبطها بالملي وراح ارتدت في جبهته وراح واقع في الأرض. لما وقع في الأرض في الحقيقة، أنا سألت نفسي زمان سؤال وما كانش عندي لي إجابة: هو أنت ليه خدت 5 حجرات؟ هو أنت كنت متهيأ لك يعني أنه جلياط هيسيبك تجرب الأول ما يجيش، وتجرب الثاني ما يجيش، وتجرب الثالث ما يجيش، إن شاء الله الرابع يجي أو الخامس يجي؟ لا، أنا كان عندي إيمان أن ربنا هيحسمها من الحجر الأول. أمال واخد معاك ليه 4 تانيين؟ قال جلياط عنده 4 أخواته جبابرة، فأنا مخلي لهم 4 زلطات معايا. فجلياط ضيته زلطة. طب وولاد رفا الـ4 التانيين ضيتهم إيه؟ يقدر ربنا يحسم الحرب معاك بإيه؟ تعرف ان ربنا يعرف يحسم الحرب بامور صغيره. انزع بدله شاول، وانزع اللي بيقوله لك الناس، وخليك في اللي الرب بيتعامل معاه. في مؤمنين عندهم اختبارات بامور صغيره، لكن الله صنع بيها امور عظيمه. بس حاجه اخيره، انه لما الرب يصنع النصر، انا خدت 3 اساليب وممكن ناخد مره تاني اسلوبين التانيين. لما ربنا يصنع النصر يعطيك كرامة في عينين الجميع. تخيل مثلا يعني مثلا اللي سمعوا جلياط وهو بيلعن صفوف شعب الله، واللي شافوا جلياط وهو في الوقت ده بيعيط، واللي شافوا الياب وسمعوه بيحقر ويشتكي بعد داود ما الرب عمل بيه نصر، يبقى نظرتهم ايه؟ نظرتهم ايه؟ ارفع ايدك كده، لاني نفسي اقول لك اعلان في قلبي: عندما يعطي الرب النصرة يعطيك كرامة ونعمة في عيون الجميع. الرب يضع كرامة وهيبة عليك وعليك في عيون الجميع. ما تدورش عليها وما تدورش عليها، لانه الرب بس هو اللي بيعملها. كم حد يقول معايا امين؟ انا نفسي اوقف واكمل في مرة تاني، بس نفسي كمان اخويا مازن يجي والاسيس فلوريد يجي معانا، ونفسي في الوقت اللي جاي هناخد وقت صلاة لاجل المضغوطين
والتعبانين ولأجل المرضى ولأجل الناس اللي وسطينا محتاجين لمسة من الرب. غمض عينك وغمض عينك معايا وارفع قلبك للرب. الوقت اللي بقينا على البث أنا متأكد أن الرب عنده النهاردة كسر لكل الشكاية وكسر لكل تعيير. والرب النهاردة عنده في اسم الرب يسوع رفع لكل تعجيز. يقدر الرب النهاردة في حربك الروحية. قول كده: الحرب للرب، الحرب للرب. يجي يديني نصرة من عنده، يديني نصرة من عنده. يلا احبائي، لو حد فينا مضغوط او تعبان هناخد وقت صلاة مع اخويا مازن ومع الاسيس فلوريد. ولو حد تعبان مضغوط نفسا او روحا او تعبان جسديا، حد بيسمعنا عنده مشاكل في بيته، تأكد ان الرب النهاردة جاي لك بنصرة من لدنه. الرب عنده النهاردة عنده غلبة. الرب النهاردة يحسم المعركة، يحسمها بطريقته الخاصة جدا. هللويا هللويا. انا هسيب الوقت مفتوح مع اخويا مازن والاسيس فلوريد على قد ربنا ما يدينا وقت، لكن كمان لو البث معاده خلص ممكن نطلع واحنا مكملين مع بعض، مكملين. اثق انه في شفاء لناس موجوده، واثق انه في شفاء لاعماق ناس مجروحه اتقال لها كلام سلبي سنين طويله ولسه معلم. انا اثق ان الرب يرد سبي ناس موجوده وسطينا. كمل صلاه وكملي صلاه معايا. نخشى أبدا، لا نخاف، الحرب هي للرب، فتسبيحنا مفتاح نصرنا، الحرب هي للرب. شكرا 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 شكرا. نشدو مجدا للملك، مجدا لك ربنا، نشدو مجدا للملك، مجدا لك ربنا. إن شن الشيطان حرب لا نخاف، فالحرب هي للرب، نتشجع فالخلاص قريب، الحرب هي للرب. نشد مجدا للملك، مجدا لك ربنا، نشد مجدا للملك، مجدا لك ربنا. هللويا هللويا. هشارككم شيء بسيط عشان نكمل صلاة سوية. بعرف كلكم تعرفوا العراق مضى بظروف كانت صعبة جدا، خاصة المسيحيين اللي كانوا موجودين في العراق. في شيء صار أحب أحكي لكم فيه. كل بيت مسيحي هجر، طلعوا قسم حتى في ملابسهم اللي كانوا نايمين فيها، تركوا كل شيء كل شيء. يعني مرات بحكي انه كل شيء كل شيء بالضبط كل شيء. بساعات تركوا كل شيء. لما اجى داعش حط شيء على كل بيت مسيحي، وبعرف انه انتشر هذا الحرف. هو ايش حرف؟ حرف النون. صار في عندنا ألم كبير، لكن مرات كثيرة بحكي للشعب
بقولهم عدو الخير كتب على كل بيت نون، يعني نصراني مسموح له كل شيء بياخدوه. بقولهم عدو الخير ما عرف شيء واحد بأنه جمع كل الطوائف المسيحية اللي موجودة بالعراق تحت حرف نون. ما فيش طائفة ما فرق بين كاثوليكي أرثوذكسي إنجيلي، أي واحد أي شخص مسيحي جماعه بحرف النون. وأنا اليوم بجي بشجعك بهذا الكلام، بقول لك بأنه الرب يسوع المسيح جمعنا اليوم تحت غطاء دمه الثمين وجعلنا ندخل، جعلنا ندخل إلى قدس الأقداس. أريدك تدخل وأنت سامع كلام الرب إلك بكل ثقة بأنه يا رب أنا داخل لكي أصلي هناك أمر الرب البركة وذبيحة الله مقبولة، ليس في استحقاق فينا نحن لكن في استحقاق ابنك يسوع الذي مات من أجلي على الصليب. صدقوني هو اللي يعزي، فيش زيك حبيبي حبيبي. العالم زايل لكن هو باقي، ولهذا السبب حندخل تحت غطاء الدم بالفرح والعزاء اللي موجود في داخلنا يسوع المسيح. ولهذا السبب بنصلي ولنا الثقة بأنه الرب سوف يتعامل. آمين. طبعا صلاتنا هي نعم آمين يتعامل، لكن في وقته وفي حينه يأمر لنا بالبركة باسم يسوع. آمين. لإلهنا كل المجد. خلونا نقف ونصلي من كل قلوبنا. وضع قلبتك أمام الملك الحاضر بهذا المكان. رنم ترنيمة ونهيئ نفوسنا بهذا الوقت قبل ختم الاجتماع باسم يسوع، ويعطينا بركة بهذا الوقت. هو وحده محبوبي متوي محا كل ذنوبي، هو وحده محبوبي متوي محا كل ذنوبي، وبدمه غطى عيوبي حررني يسوع. هو وحده محبوبي، قول يا شعب الرب متوي محا، هللويا، وبدمه حررني يسوع. حررني يسوع، حار هو وحده محبوبي مدوي محا كل عيوبي، وبدمه أخفى عيوبي. يلا قوله كمان مرة، أنت وحدك محبوبي، أنت وحدك محبوبي مدوي محا كل عيوبي، وبدمه أخفى عيوبي
حررني يسوع. من عبودية إبليس حررني يسوع. قول أعجنه حملي، أنا حملي تجيله ريحني، قلب حزين فرحني، وبروحه قد مسحني حررني يسوع.